بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبتي، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ويوم غد الجمعة، فقد قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم من نشر هذا المقطع أسألك اللهم أن تغفر ذنبه وتستر عيبه وتصلح له أولاده وتحرم لحمه ولحم والديه وذريته وجميع المسلمين عن النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.